Metkov. صباح الخير صباح الفل الناس كل اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو ليميسيون اللي تخم بلغه الكل وتحاول تحكي بالتونسي في بيبانكو كالعاده عندنا لي روبريك نتاعنا شونسون دو بوب اي حكايه البوب وفي بيبانكو كالعاده ناخذ موضوع ونفركوا رومانا مع بعضنا واليوم عندنا لي زانفيتي كلوب هما مالي دار ديجا دونك مع حذانا اليوم ريم شبشوب هي سينيور كوبي رايتر مرحبا ريم سالي شحوالك تخي بيان سالي 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 اي دالي قوبا كي ديريكتور كريا ديجيتال اماكن مرحبا مرحبا عايشك ميرسي بوكو مهدي بور لانفيتاسيون الوغ الموضوع نتاعنا اليوم شنو هي شنو لغه الاشهار لا لونغ دو بوب بين اللغه يحكي الاشهار والا هل انه الاشهار يصنع لغته سورتو كيف كيف نحكي على بتتر بيان بلوتو لو مارشي تونيزيان خاطر فما برشا لغات و تو سا دونك هذا كله شفرك الرومان مع بعضنا مي ديجا سؤال تري كلاسيك الاشهار توا مثلا نحكي على تونس بنا لغه يحكي الاشهار لازم يحكي بلغه الشعب سينو ما نجمش يبيع دونك الاشهار يحكي بلغتنا لغه التوانسة لغه الشعب ايديالمون نحكي هكا على خاطر ثم مستشهرين ما يحبش يحكي بالدارجه ما يحبش يحكي بلغه الشعب عندهم سيبل معينه عندهم عباد يحبوا يحكيوا معاهم دونك يحكيوا معاهم بلغتهم D'accord. يحكيوا معاهم ثم لي مارك اللي يحكيوا بالفرنسي بالانجلي سورتو توا اللي ولا العالم كل قريه صغيره معناتها فهمت دونك هذاك هو لي بوبليسيتي في تونس لازمها تتكلم تونسي دونك بلغه تونسيه ولا الماركه تحكي باللغه اللي هي نتاع السيبل نتاعها فما زوز فما quand on parle des jeunes bien sûr فما une لغه bien précise qui تحكي مع une cible مثلا professionnelle تحكي بطريقه اخرى généralement في تونس برشا سواء احنا نورينا نسميوها الدرجه المهذبه معناها ما عادش فما اللغه لا هي عربيه فصحى ولا هي دير نسميوها العربيه البيضاء هذيا احنا نسميوها الدرجه مهذبه معناها تبدا مثخمه شويه ما اون بو با سي بيرميتر سيغتان هكا وردينغ نستعملوه والا كاريمون اون فرونسي ساعات معناها دي بانك دي انستيتيوشن تحب تخدم كان بالفرونسي توا شويه اون توندونس فيغ لونجلي سورتو لا سيبل جون مثلا يا دي بوب جدد تصاوروا بالانجلي خاطر لي جون بارل اسونسيلمون توا برشا بالانجلي دونك فما هكا ثنيه صغيره قاعده تعمل جديده peut-être que tu t'écoutes, je dois aller autoroute, donc vers l'anglais, qui est la langue du futur. L'arabe de col, ils ont compris que qui m'a dit qu'il y a zéro, donc pourquoi pas. La remarque qui m'interpelle, Dali, elle est chérie qu'à Tunis, surtout le marque privé, t'as le français. On est un copywriter ou un créatif, on est chip d'aller hadr في الكونسيبسيون تاعك شنو تصور يمكن الاكثريه يكتب بالفرونسي والا باللونجلي ومن بعد الاكزيكيسيون تولي بالتونسي مش الحق هو مش هكاك الحق هو سي فغي البريف يجينا بالفرونسي فوالا باغ اكزومبل معناتها هذاك سي لونجاج اللي تحكي به الشركه مع شركه معناتها ميل ويجي بالفرونسي ساعات باللونجلي انت والحريف لكن في الاخر لازم المنتوج يتخمم تونسي معناتها نحكي منتوج هنا نحكي على الاشهار ما كان تلفزه ولا راديو لازم نخموه تونسي معناتها لازم يكون كولتوريلمون ريليفنت معناتها لازم يكون مربوط ببعض ومربوط مع الكولتور اللي انت فيها انا نعطيك اكزامبل نتاع كوبي رايتر كان يخدم معايا قبل الثوره جاء عدى 6 اشهر منهم عدى 3 اشهر ستاج عجبوه لهنا في تونس كذا يا اخي قالوا هاي ندخلوا بور اون فوا ان كوبي رايتر اترانجي في تونس بور اون فوا كوبي رايتر فرنساوي هو تبارك الله عليه نيفو افكار يخمم مليح اما باش يجي يكتب لك سبوت راديو ما ينجمش ينجم يكون موليير في يديه في الكلام اللي يقولوا لكن باش لي سوبتيليتي نتاعنا راه ما يفهمهم كان تونسي دونك هذاك علاش حتى الفكره كي باش تبدا تخمم فيها وباش تكتبها لازم تكتبها بالتونسي لازم تكتبها بالدارجه المهذبه بالتونسي بالعربيه الفصحى المفيد بالتونسي دايوغ اوسي قبل الثوره ما كانت العالميه تحكيوا بالعربيه قبل برشا قبل برشا لي ديبي فما حاجتين كانوا قبل فما ديزادابتاسيون كانت معناها جي ان سبوت كيما
bon, je ne sais pas si je peux citer à l'époque Thompson, autant voir grand, je te redoute tout si Thompson est un chien qui est grand. Donc, l'adaptation, je trouve qu'il y a un chien qui est le premier. بتونسي ما كانش تخدم هكا كانوا برشا مثلا لي مارك نتاع لي كوزميتيك برشا اللي في تونس اللي سان انستالي دونك هل رايتم حصان هذيك دونك كانت اصبح هذا شكون هذيك البقع المستعصيه وهذيك الكل كانت هكيك معناها البيب نتاعنا ياسر عربيه فصحى بون يا ليكول كي فنو على ليبوك Donc, elle a installé les premiers, elle a installé déjà à Tunis, donc une école de pub déjà les pubs ou les produits, surtout les produits Twins. Au bout, ça a marché. En fait, ça a marché parce que les cahouels, les imikouns, les cahouels qui marquent les lourdes chabes, lourdes chères, lourdes, ils ferment le consommateur directement. Je dis ça, mais les femmes à la mettre, ils m'aident par exemple une représentation, matin, origine, tu as la publicité, l'arabie, matin, produits cosmétiques ou la. Qui m'a qu'un tachkiri, une femme à l'adaptation, les tachkahou, tu as l'anglais ou tu as l'arabie, il y a pas d'arabie, femme. Mais il ne s'aventure pas باش يبدلوه بالتونسي. Mais انا نتفكر مثلا خدمنا مره كومباني 17 دوله الكومباني خرجت من تونس البوب بدات بالتونسي بعد قالوا لنا التونسي ردوا هنا بالعربيه للميناء وردوا هنا بالفرنسي لفرنسا وردوا هنا باللونجلي للي بي انجلوفون واللي بي دونك مش شرتين عندك الادابتاسيون من الغرب للعربي وعندك الادابتاسيون من التونسي للغرب est-ce que femme معناتها un positionnement par rapport à l'oral معناتها كما قالت تخبي انت انجلي معناتها un produit orienté jeune ماشي اكثر فاكثر انجليزي كي باش نستعمل فرونسي معناتها راهي سي ان بي تو بي سي حاجه بروفيسيونيل ou avec un tous c'est un produit grande consommation est-ce que femme elle pratique هذه الريفليكسيون هذه Femme au niveau de la stratégie, donc la stratégie de marque, je n'ai qu'elle, il y a un personnage, on crée un personnage pour la marque, et le personnage est des cabanes à l'oreille de calme, donc c'est, ça va de soi, on sait exactement. باش تحكي وفما دي ريكومونداسيون احنا نقولوا مثلا هو ملول في بالو باش يجي يحكي بالعربي ولا باش يحكي بالفرونسي ولا باش يحكي بالانجلي نقولوا لي راهو فوتخ مارك فوالا لا استراتيجي نتاعها فوالا البيرسوناليتي نتاعها اي سي اون فونكسيون دو سا كو باش نبداو نحكيو اللغه هذه معنا شكون اللي قرر اللغه الماركه تحكي بين اللغه الكوبي رايتر ولا شكون؟ ديسيجن فيها برشا 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 حاجات معناتها فيها من الديريكسيون جينيرال نتاع الشركه بيدها للاجنس دو كوم اللي تنصح فيهم احنا معناتها اللي كرياتيف كيفاش نشوفوا زاده معناتها ثم برشا متداخلين في الحكايه ما نجموش ما عندناش اجابه واضحه كل شيء كان يبدا بالحق معناتها نشوفوها ماشيه في ثنيه غلطه نقول لهم لا راه ما يصيرش هكا راهو السيب نتاعك مش هاد ما تنجمش تحكي معاهم باللغه هذه على خاطر مش باش يفهموك و tu vas passer à côté نجم اللغه تحكي بزوز العالمه تحكي باكثر من لغه في الببليسيتي نتاعها نجم انت والكولتور مثلا سي جو برون ليكزامبل تاع الجزائر بحدنا الجزائر لا ماجوريتي تاع لي لا ببليسيتي نتاعهم كيما يتكلموا هما شطر عربي شطر فرونسي معناها اون ا ترافاي افيك دي برودوي اي دي كليون الجيريان دونك اون ايتي اوبليجي دو فير دي c'est un slogan qui dit m'aïche la vie ça c'est un slogan moi je crois que je juste ouais. dis le slogan mais c'est ça il parle comme ça il parle j'tar quel ça le slogan j'tar à quel marbi j'tar à quel français معناها ça va de soi معناها كما قلت لك c'est la langue du peuple du pays اللي هو يحكي بيه et d'où ma question le mix ساعات في les slogans تلقاهم ولا في الكومباني تلقاه un mix entre عربي سوري ساعات هذا زاد سي خاطر احنا التعامل اهل التونسيه اللغه ولا اللهجه هذيك سي نوتر سوجي مش نحلوه هنا مي معناتها كان جينا في لندن ولا في امريكا واضح الحكايه انجلي وكهو فرنسا يمكن زاد سي الانجليسيزم قاعد يدخل شوي مي عندنا احنا تري كونفيرمي وهذا الميلونج هذا زاد كيف نتعامل معاه سا غوفليت ديجا الميلتينغ بوت اللي عايشينه احنا معناتها التوانسه اللي رانا مخلطين دونك سا غوفليت اللي اللغه نتاع الشعب كي تلقى سيناتور ولا سلوغان نتاع ماركه ماشي بزوز لغات ولا مقسوم على زوز لغات سي كيما نتكلموا احنا بالضبط
دونك سا ريفليت اللي هي ماركه كونيكتي مع الشعب. اهم حاجه راهو لازم الماركه تكون كونيكتي. مش خاطر الماركتير ما يلقاش الكلمه خاطر هي في الاخر انت حاسك باقصر كلمه معينه باش نجم تخلط تعطي الميساج اللي تحب عليه. مش خاطر الماركتير ما لقاش الكلام المسترسل الكامل دونك خلقك الميلونج هذاك. مش بالضروره با فورسيمون معناها ساعات انت تكون الكلمه اللي خلقتها خاطر لازمك تخلقها خاطر ماهيش موجوده على خاطر يا ان كونسيبت ديغيغ معناها ما جوست مش خاطر كلمه عجبتك ولا كلمه اللي مش عجبتك معناها وصلت للمعنى ديريكتومون معناها نحكي سونوريتي نتاعها مزيانه وخفيفه وفي ساعه تتعدى وكل لا على خاطرها لازمها تكون خاطر يا ان كونسيبت كي نيسيسيت اللي احنا بدات نخلقوا حتى كلمه جديد معناها هذايا هو اللي فما برشا كلمه جديد تخلق في البوب باش نسميهم برشا مي مازالوا معناها الناس الكل ساعات ان با سونس ساعات كي تجي تشوف افيك توجيو مي نحكي على لو ميلونج نتاع في جمله تلقى كلمه بالفرونسي وكلمه بالعربي في اي ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش انت كيما قلت لك مش تدخل بيان خاطر اللغه التونسيه ناقصه مش ناقصه معناتها ما فيهاش برشا مراد فات اللي نجم يخلطونا هو لازم حاجه نعرفوها على اللغه العربيه اللغه التونسيه مشتقه من اللغه العربيه احنا امه اللغه كيما هما امه الغرب امه الصوره كي قراوا ما كانوش يقراوا البيبل دونك صوروه لهم في الكنائس احنا لغه القران دونك لغه العربيه معناتها احنا شعب امه مبنيه على اللغه في الاديان نتاعنا دونك ما تنجمش تكون ثم لغه اغنى من اللغه نتاعنا نحكي غناء مراد فات ولا كلمه عندها نفس برشا كلمات عندهم نفس المعنى ولا حاجات كي هكا ولا كلمه عندها برشا معاني ولا كلمه عندها برشا معاني فهمت دونك ما مش ناقص ان توكا مش ناقص في اللغه سا سي كلير والدرجه نتاعنا ديجا احنا عندنا كلام كي صوغ مخلط ديجا من اللهجه الامازيغيه معناها احنا لو كوتي بربير نتاعنا كلمه فكرون كلمه كرموز كلمه معناها كلهم كلام ماهوش موجود تتحل في الريشيس سي الريشيس بالعكس احنا بخلاف اللغه العربيه عندنا لغه الامازيغ اللي داخله في اللغه لهجتنا التونسي تي احنا لي مالتي بارل بريسك خالقوا لغه اخرى مجبوده من تونس معناها كي تجي تشوف من اللغه العربيه اللي متدرجه نتاعنا احنا دونك نو سي ريشيس ما زلنا باش نكمل نحكيو على لغه الاشهار وقت زاد المره شويه باش نحكيو على وقت الاشهار يخلق اللغه نتاعو لكن توا جاء وقت شونسون دو بوب اي كي العاده نخليكم ترى الاغنيه هذه